الكورة دايما يعني في كل الأحداث الصعبة اللي احنا بنعيشها، الكورة عالميا وجوه مصر هي اللي بتسعد الناس كلها، ويمكن ده حديث كل الناس ان الكورة بقت المصدر الوحيد تقريبا لسعادة كل الناس، حتى يمكن اللي ما كانش بيتابع كورة بقى بيتابع كورة علشان يعني يفك عن نفسه شوية. فخلينا نتكلم معاكم عن 2023 وتألق اللعيبة في 2023 ووجهة نظر المتخصصين في اللعيبة، وزي ممكن يكون عندنا كده يعني تشكيلة ل 2023، ولو هنختار التشكيلة دي هيبقى مين في الفريق. خلينا نشوف النهاردة كده. معانا دلوقتي على التليفون الناقد الرياضي أحمد عصام، عنده تشكيلة ل 2023، ولو تقول لنا المنتخب يعني. مساء الخير عليك. مساء النور طبعا عليكي، برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدينك الكرام. شايف ازاي الموسم الرياضي في 2023 الأول؟ والله الموسم الرياضي في 2023 هو طبعا احمر واهلاوي باكتساح. الاهلي عمل مش كل كده حاجه برضو؟ السنه دي. هو ابرز حاجه تقريبا السنه دي الاهلي خد 5 بطولات السنه دي مع مارسيل كولر مدرب الفريق، فتقريبا هو الاهلي مسيطر على كل حاجه، يعني كاس عالم انديه على المستوى الافريقي خد البطوله، هي الحاجه الوحيده اللي تقريبا الاهلي فشل ان هو يحقق فيها الدوري الافريقي، وهي بطوله مستحدثه ودخلت وسط الموسم مع لخبطه شويه، طبعا كاس السوبر الافريقي اللي خسر في بدايه السنه، بس طبعا ان الفريق يخرج سنه 2023 ب5 بطولات ده رقم كبير جدا جدا جدا. الاهلي حقق السنه دي 2 سوبر مصري، حقق كاس مصر، حقق الدوري، حقق دوري ابطال افريقيا، تقريبا هزم كل المنافسين الكبار اللي بينافسوه في القاره الافريقيه ايا يعني كان محليا او قاريا. فطبعا السنه 2023 بالنسبه لمصر والانديه المصريه هي أهلوية باكتساح. الزمالك طبعا السنه دي ما كانتش موفقه ليه بشكل كبير، شفنا بيراميدز بيخسر نهائيات كتيره جدا لسه ما حققش اي بطوله من ساعه ما المشروع اتعمل، فالسنه دي أهلوية. طب شفت فيوتشر ازاي في السوبر بما انها ما كانتش مباراه سهله؟ فيوتشر شفت ازاي في السوبر بما انها ما كانتش مباراه سهله؟ نعم، شفت فيوتشر ازاي في السوبر؟ طبعا فيوتشر فريق مميز جدا ومعاه مدرب مخضرم واللعيبه كمان كلها عندها خبرات، لو جينا نشوف التشكيله بتاعت فيوتشر نفسه هتلاقي لا ان اللعيبه كانت بتلعب في اهلي وزمالك معظمهم قبل كده، واللعيبه كلها مميزه جدا من اول حراسه المرمى جنش هو السبب الرئيسي ان هو يلعبوا نهائي، فهي فرقه مميزه. السنه اللي فاتت فيوتشر برضو نفس الكلام، كان مفنش في المربع الذهبي، دلوقتي بيلعب كونفدراليه وخلاص خطوه بالظبط ويتاهل للدور الكاس الكونفدراليه من دور المجموعات. لا فيوتشر مشروع ومش مشروع، لما الناس بتقارنه ساعات بمشروع بيراميدز لا فيوتشر مش نفس المشروع، فيوتشر مشروع ما اتصرفش عليه المصاريف اللي اتصرفت على مشروع زي بيراميدز، بيراميدز اتصرف عليه من بدايته اتصرف عليه ملايين الجنيهات طبعا والدولارات كمان في مشروع ولعيبه ضخمه جدا، كان بيروح يشتري لعيبه سوبر ستار الاهلي والزمالك نفسهم ما كانوش عارفين يجيبهم، وكان لعيبه بتمشي من الاهلي والزمالك عشان تروح بيراميدز، على عكس فيوتشر كان بيضم اللعيبه اللي الاهلي والزمالك مش محتاجينهم، اللعيبه الكويسه اللي هم شايفينهم كويسه والاهلي والزمالك مش محتاجينهم، ما كانش بيروح يجيب مدربين مثلا دربوا اهلي او زمالك زي ما بيراميدز كان بيعمل، جابوا قبل كده كابتن حسام حسن، جابوا دلوقتي باتشيكو، لا هم بيجيبوا برضو عندهم فكر معين رايحين بيشتغلوا عليه، وده واضح جدا في مشروعهم ان هم ما صرفوش كتير وبيحققوا نجاحاته من سنه لسنه، هم في تقدم هو دلوقتي وصلوا فاينل بطوله، وهو على فكره فيوتشر لو جيتي سالت اي حد قبل البطوله يقول لك النهائي اهلي وبيراميدز، وكمان الاهلي مش ضامن البطوله، بيراميدز ممكن ياخدها، فان هم يوصلوا للمرحله دي ومش اي فريق بيرجع قدام النادي الاهلي في اي فاينل بالشكل ده، فده يوضح لك لا ان هم فريق كبير عندهم لعيبه كمان عندهم طموحات، مش اسماء لا كانوا مفاجاه كبيره في السوبر الصراحه واداء كان كبير كده، لا بس هم بيستحقوا بصراحه يستحقوا التحيه والاحترام من كل الجماهير. صحيح، ومتعونا يعني طول الماتش الحقيقه، وكان ماتش يليق بالدوري المصري وبالسوبر المصري ان احنا نشوف اللعيبه بتوعنا بالشكل ده في الامارات. طيب عايزين نرجع نتكلم على تشكيله افضل لاعب في 2023 من وجهه نظرك يا احمد. بالظبط طبعا التشكيله لو هنبتدي ممكن نقول هي تشكيله عام 2023 نبتدي من حراسه المرمى 90% منها اهلي بشكل كبير، وكمان المراكز اللي مش هنلاقي منها لعيبه من الاهلي هنلاقي ان المراكز دي اصلا الاهلي بيعاني منها وبيحاول ان هو يدعمها دلوقتي. طبعا نبتدي محمد الشناوي، مفيش كلام ان محمد الشناوي هو احسن حارس في مصر، هو حارس مصر الاول وفارق بكتير عن الحارس اللي بعد محمد الشناوي، كان من الاسباب الرئيسيه ان الاهلي حقق نجاحات السنه دي، وشفنا كمان مش عايزين كمان يعني نضغط على مصطفى شوبير، امبارح كمان لما الشناوي غاب
مصطفى شوبير غلط، مصطفى شوبير حارس مميز جدا بس طبعا لسه ما عندوش الخبرات، لعب كمان ماتش نهائي افريقيا. فالشناوي طبعا من احسن الحراس اللي جم تاريخ مصر اخر 20 سنه، هو احسن حارس بلا منازع دلوقتي في مصر. فنيجي ناحيه اليمين مثلا هنشوف ان محمد هاني بيقدم طبعا استثنائي. احنا كده ابتدينا بقى خط الدفاع محمد هاني. اه بالظبط محمد افضل باك يمين محمد هاني. عمل كاس عالم الانديه مميز جدا، كان من اللعيبه ومن اللعيبه اللي اتطورت بشكل كبير جدا، كان بيواجه انتقادات كبيره بس دلوقتي خلاص هو دلوقتي بالنسبه له الاهلي، جماهير الاهلي حتى بتثق فيه بشكل كبير. لو جينا على قلبين الدفاع هنتكلم على محمد عبد المنعم اللي هو بالمناسبه هو تقريبا افضل مدافع في قاره افريقيا بيلعب جوه القاره. محمد عبد المنعم اللي عنده دلوقتي عروض من الدوري السعودي، عروض قويه جدا وبنسبه كبيره لو ما مشيش في يناير هيمشي في اخر السنه هيروح الدوري السعودي. اتمنى ان محمد عبد المنعم يحترف طبعا وهو صغير في السن. احنا كده بنتكلم قلب دفاع، عبد المنعم قلب دفاع. اه بالظبط، محمد عبد المنعم وجنبه طبعا علي جبر. علي جبر اللي جنبه بقى علي جبر عشان بس الناس تبقى ماشيه معانا في التشكيل. يعني علي جبر الناس كتير بتوجه له انتقادات بس هو عمل موسم مميز مع بيراميدز، عمل سنه مميزه جدا مع بيراميدز. وبالمناسبه المكان ده الاهلي عنده فيه مشكله ان هو دايما بيبدل ما بين ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، في لعيبه حتى محمد هاني نفسه لعب في المركز ده على مدار السنه. في المركز ده اصلا الاهلي كمان عنده فيه مشكله. هنيجي ناحيه الباك الشمال طبعا علي معلول، وعلي معلول مش محتاج ان احنا دلوقتي خلاص حد نتكلم عليه. علي معلول تقريبا هو احنا بنعامله ان هو لعيب مصري، علي معلول احسن باك ليفت تقريبا في الدوري المصري اخر 7-8 سنين من ساعه ما جه النادي الاهلي. علي معلول هو مش بس باك ليفت بالنسبه للاهلي، لا علي معلول هو بالنسبه له هو حل سحري ممكن بيغير لهم ماتشات كثيره جدا، ولعيب الناس كلها بتثق فيه، فدي حاجه مهمه جدا طبعا. علي معلول يعني بيمتلك الحلول دائما وفي الوقت المناسب يعني. طب نروح لوسط الملعب بقى، اخترت مين؟ اه طبعا وسط الملعب نتكلم على مروان عطيه. مروان عطيه وبالمناسبه كان احسن لعيب في الاهلي في بطوله السوبر. مروان عطيه من اللعيبه اللي اكتشفها كولر من ساعه ما اتعاقد مع مروان عطيه، جه كصفقه عاديه جدا بالنسبه للجمهور الاهلي والزمالك كانوا عايزينه لعيب ممكن يبقى لعيب عادي جاي دكه. لا مروان عطيه اثبت نفسه ان هو اهم لعيب في خط وسط النادي الاهلي دلوقتي. مروان عطيه بيتحط وبنشوف مين هيلعب جنبه. دي حاجه طبعا مروان عطيه لازم في التشكيله بتاعتك مين يلعب جنب مروان عطيه بقى يعني. النادي الاهلي احسن نادي تقريبا دلوقتي في افريقيا بنتكلم ان هو قدر انه يثبت نفسه وان هو يلعب على اي حد. طبعا جنب مروان عطيه بنتكلم على وليد الكارتي. وليد الكارتي من احسن لاعب بيراميدز، من احسن اللعيبه الاجانب اللي بتلعب في الدوري المصري، لعيب مميز بشكل كبير جدا، لعيب دايما تلاقي خطوره بيراميدز مع انه لعيب خط وسط، تلاقي خطوره بيراميدز دايما من ناحيته، لعيب بيصنع الفرق لبيراميدز، وكان من اسباب ان بيراميدز يوصل اكثر من نهائي في 2023. لعيب مميز جدا. وبالمناسبه قبل ما يجي بيراميدز كان الاهلي والزمالك كمان بيفاوضوه، فده يوضح ازاي. وكان بيلعب في الوداد وكان جاب قبل كده بالوداد بطوله افريقيا، فده يوضح ازاي ان ده لعيب مميز جدا وبيصنع الفارق. هو مش جايب اسمه بس، لا هو جاي وبيلعب معظم الماتشات مع فريق بيراميدز. نيجي بقى بعد كده طبعا مركز الاهلي حاطين فيه احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو لعيبه طبعا مميزه جدا يمكن في التشكيله شويه، حاطينه في المركز اللي بيلعب دايما معاه فيتوريا، اللي بيلعبه دايما فيتوريا فيه في خط النص. احمد سيد زيزو من اللعيبه المميزه جدا اللي ممكن تلعبها في اي مكان. احمد سيد زيزو من اللعيبه الجوكر اللي ممكن تحطه في وسط الملعب كثمانيه، تلعبه 10، تلعبه جناح يمين، تلعبه جناح شمال، في بعض الاوقات كمان مع وصوله كان بيلعبه مهاجم. احمد سيد زيزو من تقريبا من احسن 2-3 لعيبه في مصر اخر 2-3 سنين. اداؤه عالمي الحقيقه. نعم اداؤه عالمي زيزو. طبعا 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 زيزو من اللعيبه المميزه جدا واللي دايما جمهور الاهلي حتى على السوشيال ميديا بيتكلم ان احنا عايزين لعيب زي زيزو، عايزين زيزو يكون عندنا. قليل جدا طبعا دلوقتي نشوف ان لعيب زي زيزو مثلا في الزمالك جمهور الزمالك بيعشقه فتره قليله، ولعيب جه من البرتغال ما حدش كان عارفه دلوقتي هو النجم الاوحد لنادي الزمالك، وطبعا من النجوم منتخب مصر اللي مخليين فيتوريا حتى هو بيلعب في نفس مكان محمد صلاح، لا انا هستفاد منه والعب منه في خط الوسط ده اللي بيعمله معاه فيتوريا الفتره اللي فاتت. نيجي بقى للثلاثه الهجوم نتكلم عن الجناح اليمين بيرسي تاو. بيرسي تاو اللي تقريبا الناس كلها كانت بتتكلم ان بيرسي تاو لازم يمشي. بيرسي تاو عامل عام 2023 اعتقد ان ده ممكن يكون احسن عام في تاريخ بيرسي تاو في مسيرته الكرويه. الراجل اللي لعب في صن داونز، الراجل اللي لعب في بلجيكا، اللي لعب في اكتر من نادي، لا بيرسي تاو عمل في 2023 اللي تقريبا ما عملوش في حياته كلها. بيرسي تاو كسب القاب كتيره جدا، كسب جوائز فرديه. بيرسي تاو بيعمل مع الاهلي دلوقتي
مستويات مميزه جدا. بيرسي تاو ما بقاش يتصاب، الناس كلها كانت بتتكلم ان بيرسي تاو بيلعب ومين ماتشين جنب بعد كده تاو؟ اصابه طويله مين في جدا. النص؟ لا بيرسي تاو دلوقتي خلاص لعيب تاني، الاهلي تعاقب معاه في البدايه، فطبعا بيرسي تاو من اللعيبه المميزه جدا 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 اللي يستحق ان هو يكون احسن جناح يمين حاليا تقريبا اللي بيلعبوا جوه قاره افريقيا. لو جينا على ناحيه الجناح الشمال حسين الشحات، حسين الشحات من اللعيبه اللي طورت نفسها كتير، يعني في لعيبه كتيره في النادي الاهلي في الحته دي، وده كمان دور مارسيل كولر. حسين الشحات اللي تقريبا دلوقتي هو احسن جناح شمال في الدوري وفي مصر، حسين الشحات طور نفسه من لعيب برضه بيواجه انتقادات كبيره جدا لدلوقتي جمهور النادي الاهلي لما بيلاقي حسين الشحات مش موجود، فين يا كولر حسين الشحات؟ لا حسين الشحات بيصنع دايما الفارق، شفنا في كاس العالم للانديه، شفنا كمان في نهائي افريقيا، شفنا في مباريات الدوري. لا حسين الشحات من اللعيبه المميزه اللي فرضوا على فيتوريا، ما كانش بينضم للمنتخب، فرضوا على رويال فيتوريا ان هو لازم يضمه، ان هو طبعا من احسن الاجنحه في الدوري. يمكن المفاجاه عندنا شويه في المهاجم، او مش المفاجاه، ان دايما المهاجم لما نيجي نشوف السنين اللي فاتت ممكن نقول مين احسن مهاجم في الدوري، تقولي اكيد يا في الاهلي يا في الزمالك، او بعد ما بيراميدز المشروع بتاعه اتعمل نقول في بيراميدز. لا دلوقتي المهاجم عندنا مهاجم انجولي اسمه مابلولو، هو تقريبا احسن مهاجم في الدوري المصري اخر سنتين، ده في الاتحاد السكندري السنه اللي فاتت. الاتحاد السكندري واستاذ محمد مصلحي جابوا لعيب ب 35000 دولار بتراب الفلوس زي ما بيقولوا، يخلوه دلوقتي يقول لك انا احنا مش هنبيع مابولولو غير لما يجي لنا عرض ب 3 مليون دولار. مابولولو هو احسن مهاجم في الدوري، ولو نيجي نشوف ان ما ليه مهاجم زي مابولولو، تعال نشوف هتلاقي ان الاهلي والزمالك فين مهاجمين الاهلي والزمالك، وفين اللعيبه اللي اسمها، وحتى بيراميدز نفسه فين المهاجم اللي ممكن نحط في التشكيله المثاليه لعام 2023؟ مش هتلاقي. يمكن محمد شريف عمل كام شهر قبل ما يمشي يروح السعوديه مع الاهلي، دلوقتي مفيش حد، ناس دلوقتي بتتكلم على مودست، لا مودست يمشي بعد امبارح ما جاب الجول، لا مودست ممكن نديله فرصه، فمش صحيح. هتلاقي ان المركز ده مميز في الاهلي والزمالك وبيراميدز، عشان كده مابولولو فرض نفسه وهو فعلا 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 احسن مهاجم في الدوري خلال السنه. وكده نبقى وصلنا يا احمد لتشكيله افضل 11 لاعب في 2023. ناقد الرياضي احمد عصام، انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. نروح مع حضراتكم للتقرير ده، والنهارده 29 ديسمبر، ودي الذكرى الاولى لوفاه اسطوره كره القدم البرازيليه بيليه، والحقيقه يعني اسطوره حافله ومسيره حافله من الانجازات الرياضيه المميزه جدا اللي ما اعتقدش انه تتكرر اسطوره زي بيليه.